مشاهدينا ومستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير نحييكم في الحلقه الاخيره من برنامج ألم وأمل تلفزيونيا طبعا قبل شهر رمضان المبارك خلال ايام الشهر الفضيل ستكون حلقات برنامج ألم وأمل عبر أثير إذاعة الشارقة يومي الاثنين والأربعاء من كل اسبوع من الخامسة والنصف وحتى السادسة وخمس وعشرين دقيقة، فنرجو منكم مواصلة دعم الحالات ومد يد العون والمساعدة لها من خلال برنامج ألم وأمل عبر أثير إذاعة الشارقة. أما في هذه الحلقة فلدينا حالة واحدة فقط، سنتعرف على صاحبة الحالة وكذلك على المرض الذي تشكو منه. صاحبه الحاله هي مها قصه شابه تعيش معاناه يوميه بسبب تصلب الاعصاب المتعدد إذا حالة واحدة فقط في هذه الحلقة مشاهدينا ومستمعين الأفاضل للمريضة مها شابة تبلغ من العمر 26 سنة مها مصابة بمرض تصلب الأعصاب المتعدد وتحتاج وثلاثين ألف درهم لفترة معينة على اعتبار أن هذا المرض أعتقد أنه بحاجة إلى سنوات طويلة من العلاج قبل أن نستعرض تقرير المريضة مشاهدينا ومستمعينا وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ألم وأمل نرحب بالدكتور رشيد القدسي استشاري الجراحة العصبية أهلا وسهلا فيكم يسعد مساك ورمضان مبارك علينا وعليكم وكل سنة وأنتم سالمين إن شاء الله آمين إن شاء الله طيب إذا مع الدكتور رشيد القدسي سنذهب لمتابعة تقرير المريضة مها وبعد ذلك نعود نتحاور مع الطبيب ونحاول ان شاء الله ان نجمع لها 133 الف درهم. هي الوحيده في ديار الغربه لا معيل لها ولا سند تكافح من اجل لقمه عيش كريمه لكن طموحها لم يلبث حتى فاجاها مرض الاعصاب المتعدد فاجتمعت غربتها بمرارة الألم. أنا المريضة مها أعاني من تصلب الأعصاب المتعدد، لقد تم تشخيص مرضي منذ عامين، حينها كنت أشعر بتنميل شديد بقدمي وتطور الحال إلى أن وصلت إلى مرحلة لم أعد قادرة فيها على المشي. تم إجراء العديد من التحاليل الطبية لي التي لم توضح السبب، حتى نصحني الطبيب بعمل أشعة رنين مغناطيسي والتي بينت علتي. ومنذ ذلك الحين، وأنا مستمرة على العلاج ولا أستطيع أن أوقفه من تلقاء نفسي، فالمرض لا زال موجودا. في الوقت نفسه، الدواء غال جدا، وأنا أعيش وحدي في الإمارات. لا عائلة لي ولا معيل يساعدني. فأتمنى منكم يا أهل الخير مساعدتي في توفير العلاج." مها: مناشدة سيدة بعيدة عن وطنها، فمن سيربت على كتفها ويسندها في أوقات الضعف. إذن أخواني المشاهدين والمستمعين طبعا كان هذا تقرير المريضة مها صاحبة الحالة الوحيدة في هذه الحلقة المريضة تشكو من مرض تصلب الأعصاب المتعدد مها شابة تبلغ من العمر 26 سنة تكلفة علاجها أو توفير الأدوية لها ب133 ألف درهم نذكر الآن بأرقام الهواتف للتبرعات على اعتبار كذلك بأن هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة تلفزيونياً سيتوقف بث برنامج ألم خلال شهر رمضان من خلال التلفزيون وسيكون فقط عبر أثير إذاعة الشارقة يومي الأثنين والأربعاء من الخامسة والنصف مساء وحتى السادسة وخمسة وعشرين دقيقة إذا هي فرصة لكم إخوتي أخواتي قبل أن نبدأ الشهر الكريم بأنكم تمدون يد العون والمساعدة وترجون من الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب على ما ستقدمونه لهذه الشابة المريضة أرقام هواتفنا للتبرعات إخوتي أخواتي مشاهدينا ومستمعينا عبر إذاعة الشارقة كالتالي الرقم المباشر 655 ألف رقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر صفر درهم لمشتركي اتصالات ودو عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة على ستة ستة ثمانية ستة 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 ثمانية ستة المبلغ المطلوب للمريضة 133 ألف درهم والمبلغ الذي جمع إلى الآن من خلال الرسائل النصية القصيرة 64 ألف درهم هذا وفعل خير الآن 1000 درهم 65 ألف وفاعل الخير آخر ثلاثة ألاف وصل المبلغ إلى ثمان وستين ألف درهم إلى الآن وإن شاء الله تعالى نمضي معكم في هذه الرحلة المباركة كي نرفع جزء من معاناة هذه المريضة ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل الآن أبدأ بطرح الأسئلة على الدكتور رشيد القدسي وبين فترة وفترة أعود أذكر السادة المشاهدين والمستمعين بالحالة وبالمرض وبالمبلغ الذي جمعناه وب المبلغ المتبقي وكذلك بارقام الهواتف للتبرعات. دكتور رشيد هي في البدايه قبل سنتين شعرت بتنمل في اطراف القدمين فهل كل من يشعر بتنمل في اطراف القدمين يكون مصاب بمرض تصلب الاعصاب المتعدد؟ حتما لا. 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 طيب ايش الامراض الاخرى مثلا اللي ممكن التهاب اعصاب متعدد انزلاق غضروفي بالظهر اورام نخاع شوكه كثير من الامراض تعطي نفس العلامات ولكن ليس من الضروري ان تكون نفس المرض م -م. طيب الان هي بحاجه كما علمنا من خلال التقارير دكتور رشيد لأنها بحاجه الى علاج مدى الحياه طيب ماذا لو لو تركت العلاج او توقفت عن العلاج خصوصا اذا كان يعني لضيق ذات اليد هون نضطر نحكي عن اليه المرض م -م. اليه المرض هي اليه مناعيه بيظهر بشكل هجمات, هجمات ومصنف انه في بعض الحالات بتيجي هجمه وبتستمر بعض الحالات بتيجي هجمه وبتركن ما بتتكرر مدى الحياه حياة متع... حالات ثانيه بتيجي هجمه بتهدأ بتيجي اللي بعدها بتستمر اطول بشوي بتيجي اللي بعدها بتستمر اطول بشوي وبعد كل هجمه بتترك عقابيل لاصابه عصبيه معينه مم. طيب ش... وضح لنا الهجمات هذه على على شكل ايش؟ هاي كانوا في الكتب التقليدية للطب يسموا التصلب اللويحي أو التصلب المتعدد هو جرار الخياط نعم. بتلاقي في كافة أنواع الخيطان وكافة أنواع الأبر وكافة المستلزمات للخياطة نعم. أي علامة علامات عصبية غير مبررة تلفت النظر ممكن تكون علامة بدئية لتصلب اللويحي فرضا في بعض الحالات فقدان البصر نعم. بعض الحالات صداع بعض الحالات اضطراب في المزاج بعد حالات طرب ضعف شقة أيمن أو أيسر <applause> يعني كل التصلب اللويحي ممكن يقلد كافة أنواع الأمراض سبحان الله ممكن. طيب في مقدمات له دكتور يعني مثلا أنت الآن ذكرت أنه ممكن مثلا يقضي على الحس أو العصب البصري بالضبط في مقدمات له أساس ما لا في مقدمات لا مقدمات يهاجم بدون أي بدون أي أذن سبحان الله طيب وفي مجال لاصلاح العطل ولا ما هون عاد في عندنا حالات اذا آه. بتشخص سريعا آه. بتتعالج المرحله الحاده وبعدها بتاخذ الادويه الوقائيه آه. عندها فرص في النجاه اكثر من غيرها من المرض نعم صارت الهجمه الاولانيه لم تقيم صارت الهجمه الثانيه لم تقيم صارت الهجمه الثالثه لم تقيم صف العلاج وقاي من الهجمات وليس مما حصل آه العلاج لا علاج لا أيوة صار وقائي فقط وقائي. لما... لما هو قادم بالضبط وهالمرض هذا بالذات قبل سنوات قليلة ما كان له علاج أطلاقا م. يعني أقل من عشر سنوات تقريبا بهالدوار بدأت الأدوية البيولوجيك أدوية وتعالج والحمد لله عم تعطي نتائج ممتازة الحمد لله كوقاي من هجمات مستقبلية نعم أما اللي حصل خلاص حصل م. طيب إذا السادة المشاهدين والمستمعين مستمرون معكم إن شاء الله في هذه الحلقة من برنامج ألم وأمل نستعرض حالة واحدة فقط للمريضة مها المصابة بمرض تصلب الأعصاب المتعدد أو اللويحي مها تبلغ من العمر 26 سنة فترة العلاج يجب أن تستمر مدى الحياة ولكن من خلال هذه الحلقة من برنامج ألم وأمل نحاول أن نجمع لها لعلاج لمدة سنتين تقريبا ب 133 ألف درهم وثلاثين ألف درهم المبلغ الذي جمع إلى الآن من مجموعة متصلين ومتبرعين وصل إلى 68 ألف درهم طبعا نريد أن نصل إلى 133 ألف درهم الحل الوحيد هو مد يد العون والمساعده لهذه المريضه من خلال التواصل معنا والتبرع لهذه الحاله عن طريق احد الارقام التاليه، الرقم المباشر هو 6 0 0 5 5 0 6551600، رقم الهاتف المتحرك 0 5 0 واحد 6 3 لمشتركي اتصالات ودو كذلك بامكانهم التبرع ب 50 درهم عن طريق ارسال رساله نصيه على الرقم 6686 6686 لمشتركي اتصالات ودو هذه كل رساله ب 50 درهم المبلغ توقف عند 68000 درهم كم 1200 فاعل خير طيب 69200 الان جميل طيب سنتوقف معكم مشاهدينا الكرام الان في فاصل قصير نواصل بعده هذا اللقاء والدكتور رشيد القدسي والمريضه مها وبرنامج الم وعمل. نجدد الدعوه لكم مشاهدينا ومستمعينا بسرعه التواصل معنا ومد يد العون والمساعده للمريضه مها صاحبه الحاله الوحيده في هذه الحلقه. مها شابه أخوتي اخواتي واخواتي تبلغ من العمر 26 سنه مصابه بمرض يعني خطير، مرض متعب، مرض عنيف. نحاول ان نجمع لمها 133,000 درهم من خلال هذه الحلقة وهي الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضان المبارك جمعنا لها إلى الآن 69200 ألف درهم لكن نحاول إن شاء الله تعالى أن نجمع المائة وثلاثة وثلاثين ألف درهم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسخر قلوب أهل الخير الناس الطيبة أصحاب الأيادي البيضاء بمد يد العون والمساعدة للمريضة مها نذكر بأرقام الهواتف مرة أخرى قبل أن نعود بطرح الأسئلة على ضيفي الدكتور رشيد القدسي الرقم المباشر للتبرعات هو ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر خمسة وخمسين الف رقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر صفر صفر, صفر وللرسائل النصية القصيرة والتبرع 50 درهم طبعا لمشتركي صلاة ودو ستة ستة ثمانية ستة ونحن إن شاء الله تعالى على يقين بإذن الله بأن أهل الخير لن يتركوا هذه أه الشابه تعاني لوحدها سنجمع ان شاء الله تعالى المبلغ المطلوب اللي هو ألف درهم قبل نهايه هذه الحلقه. دكتور أه جهاز المناعه في في جسم الانسان له دور كبير. ماذا عن هذا الجهاز؟ ما دوره بهذا المرض؟ نعم. نحن سبحان الله رب العالمين مهيئ لنا جسمنا للدفاع عن ذاتنا ضد الجراثيم والفيروسات وبعض المواد الثانيه اللي بيحصل بهيك حالات انه بصفي يعني عن احتكاك خارجي مع فيروس او مع جرثومه هالجرثوم او الفيروس في له خاصات مناعيه تتوافق مع غلاف الاعصاب مهم. اللي هو الميالين. نعم الدفاعات تهجم على الجرثوم بس بكونوا انه بتغلط بينه وبين الغلاف الغلاف العصبي لانه فيهم اثنيناتهم نفس الماده نعم بتخلي العصب عاري عن يعني مثل كبل الكهرباء بتقيم عنه البلاستيك. م. هالعصب بيموت م. بيعمل اصابه. ليش بيحصل هالشيء؟ عند بعض البشر ولا عند غيرهم لا. قد تكون قابليه جينيه. م. لانه ودليل على هالشيء انه في عندنا ثلاث امراض عاده تؤهب للتصلب اللويحي. السكري واحد بعض التهابات الامعاء اثنين، بعض الامراض المناعيه للدرق ثلاثة بتاهب للتصلب الويحي، معناتها في عامل مشترك مناعي بين هالامراض هاي سبحان الله، وهنا يعجز جهاز المناعة عن يعجز لانه هلا هون في طريقة جديدة قيد البحث عم يعملوا عم يعملوه المعاهد العلمية ببرشلونة عم يهجنوا خلايا مناعية ذاتية لوقف الهجوم من الجسم الى الجسم هذا يعني. فيما يتعلق بمرض تصلب الاعصاب بكل بكل انواعه وهذا مرض منهم ايوه ممتاز عم يدجنوا مم. خلايا من الجسم مم. وتحقن الى الجسم ولذلك رفض ما بيصير لانه من الجسم إلى الجسم مم. انه لوقف الهجوم من الجسم إلى الجسم طيب دكتور الان نحن يعني نحاول ان نساعد هذه الشابه في هذه الحلقه نحاول ان نجمع لها هذا المبلغ نظرا لما تفضلت به في بداية الحلقة أن الهجمات هذه غير يعني غير متنبأ بها غير متنبأ بها ممكن أن تهاجم عصب العين وتقضي على البصر السمع كذلك أي عضو من الأعضاء الآن الحل إيش الحل دكتور الحل بالنسبة لها المريضة هي م. إن تأخذ الأدوية الحديثة م. مثل ما قلت لك بالسابق إنه سابقا ما كان عندنا أي, أي سلاح ضد هذا المرض اليوم الحمد لله رب العالمين في عنا دوايين أكثر من غيرهم بيشتغلوا عرفت كيف هن مم. اللي عم يستعملوا عاده آه يقو يقوا من الهجمات, الهجمات. طيب. اما ليس من المرض وهي مريضه يجب ان تاخذ الدواء لفتره مم. غير محدده مم. حتى يعني ياتي ان شاء الله علاج جديد بالضبط مستقبلا طيب الان حسب التقرير اللي طلعت عليه كيف تصنف حاله المريضه دكتور انا شفت تقرير الرنين المغناطيسي عند اصابه بالدماغ نوعية لتصلب الويحة في عندها إصابة بالنخاع الرقبة وفي عندها إصابة بالنخاع الظهري طيب التشخيص مؤكد 100% نعم معناتها صار عند المريضة أكثر من هجمة متتالية ولم ينتبه لذلك عادة إذا بتصير أول هجمة الهجمة الأولية تعالج بالكورتيزونات على جرعات عالية وبتركن الهجمة نعم. بس مشان وقاية من الهجمات الثانية نستعمل الأدوية الحديثة حاليا اللي هي في عندك الاول بتا, بتا انترفيرون هذا اللي كان يستعمل لحد هلا عم يستعملوه نعم هذا افضل دواء انا بحبه اكثر من في دواء ادويه ثانيه إلى مشاكل اكثر يعني الادويه الساعة حديثه وفي منهم بيعملوا اصابات بالقلب وفي منهم بيعملوا اصابات بالكبد نعم وهذا اضمن واحد هلا عم يستعمل. نوع ولا كم نوع دكتور؟ هذا البتا انترفيرون نوع واحد نوع أضمن. واحد أضمن. أما من في ست ادويه تحت نعم اللي... نعم لكن بواقع بي كم يعني ان شاء الله لو لو توفر المبلغ جمعناه لمها هي بتاخذ الدواء هذا بيوقع كم مرة في الأسبوع؟ أنا عندي مريضة تحتاج كانت شهريا ل 18 ألف درهم حق دواء <applause> ولحسن حظ أنه جوز زوجها عسكري وحتما لحفظ الأمانة ما بيصير له حديث يسكت راحت على مشفى أبو ظبي العسكري وعم يعطوا الأدوية هناك مجانا يعني هنا فعل الخير متطلب من الجميع لأنه المريضة تحتاج لمساعدة مادية قبل طبية لأنه الأدوية اليوم موجودة بالسوق صحيح بس بدها فلوس تشتريها صحيح طيب الان بالنسبه لمها نوع واحد قلت لي هي عم تاخذ نوع تاني اه انجلاتي مار اسمه طيب عم تاخذ نوع كمان كويس آه. هن في عندنا ست ادويه اليوم حاليا متوفره بالسوق بس في لها مشاكل سنوية كثيره اه ست انواع قصدك ست اسماء تجاريه ست أيوة, اسماء أيوة. تاني. افضلهم الانترفيرون الانت انترفيرون هذا انا هيك آه. بعض آه. المدارس والمدارس الثانيه لسه في حدث منه هذا نعم آه. بس آه. آه. هذا مشاكل هذا بواقع كم دكتور؟ حسب يعني رأ... المريض آه. في جرعات ابر ابر ايوه وفي دواء دواء حب يوميا نعم. يختلف من مريض لمريض والطبيب هو اللي بيقيم الحاله آه. آه. لا تقيم على الهواء على نعم. كيف نعم. للمريض الطبيب هو اللي بيقيم نعم. الحاله طيب بدها آه. فحوص ثانيه مخبريه دوري لدراسه المشاكل الثانويه اللي بتحصل عند ناتجه عن الدواء هاي بنتكلم عنها في قادم الوقت ان شاء الله. اخواتي اخواتي الوقت يمضي بنا، نريد ان نختم هذه الحلقه وهي الاخيره بان نكون قد ساعدنا مريضه قبل بدايه شهر رمضان المبارك. هذه المريضه اخواتي اخواتي ابتليت بمرض عنيف، مرض تصلب الاعصاب المتعدد كما تفضل الدكتور رشيد قبل قليل بان هذا المرض لا يرحم، يعني هناك هجمات ممكن ان تاتي فجاه تؤدي الى فقدان البصر او السمع او في الرئه مثلا، تصير مشاكل في التنفس. كثير ممكن ان ان يصاب بها واذا اصيب المريض بـ بـ بهذه الهجمه نكون يعني يكون قد فات الاوان الان على اساس نحمي هذا المريض من هذه الهجمات يجب ان نسارع بمد يد العون والمساعده له حتى يبدا العلاج وبهذه الطريقه نكون قد ضمننا بالله سبحانه وتعالى بأن هذه الهجمات لن تأتي إلى هذه المريضة الآن المبلغ الذي جمعناه إلى الآن تقريبا 71 ألف درهم والمبلغ المطلوب الإجمالي 133 ألف درهم إخوتي أخواتي نوجه لكم الآن هذا النداء رحمة بهذه المريضة أن تتواصلوا معنا هذه هي المريضة صور للمريضة شابة 26 سنة فقط تريت بمرض خطير مرض عنيف مرض لا يرحم لا يفرق بين مريض وآخر الذي يملك المال بإمكانه طبعا أن يوفر العلاج ولكن كيف لهذه المريضة الفقيرة أن توفر هذا المبلغ الكبير وهي بحاجة طبعا إلى علاج مدى الحياة نحن من خلال هذه الحلقة برنامج ألم وأمل نحاول أن نوجد لها علاج لمدة سنتين فقط حتى يعني عل إن شاء الله تعالى أن تكون هناك أدوية من خلال المختبرات الطبية الحديثة تقضي على هذا المرض نهائيا بإذن الله تعالى، لكن من خلال هذه الحلقة ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، نريد أن نفرح هذه الشابة قبل أن نأتي إلى ختام هذه الحلقة، بارك الله فيكم. إخوتي أخواتي، يا أصحاب القلوب الطيبة يا اصحاب الايادي البيضاء نناشدكم بالله سبحانه وتعالى ان تمدوا يد العون والمساعده لهذه الشابه على احد الارقام التاليه للتبرعات الرقم المباشر 600 55 1600 655 1600 رقم الهاتف المتحرك 050 16 37 صفر 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 ومرة أخرى الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 للتبرع بخمسين درهم عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة على ستة ستة ثمانية ستة لمشتركي اتصالات ودو وهذا الكلام والنداء موجه لمشاهدينا وكذلك لمن يستمع لنا عبر أثير إذاعة الشارقة المبلغ الذي جمعناه إلى الآن 71000 ألف درهم والمبلغ المطلوب 133000 ألف درهم خلونا بس نحسب المبلغ المتبقي كم 62000 ألف طيب المتبقي 62000 ألف المتبقي 62000 ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك يا إخوة يا كرام يا من ساعدتم حالات كثيرة جدا بالآلاف من خلال هذا البرنامج أدخلتم الفرح والسرور على قلوب الكثيرين والكثيرين نتمنى إن شاء الله تعالى أن تكون أه الشابة أه مها من ضمن هؤلاء الذين أه كنتم سبب في علاجهم 72 ألف الآن فاعل خير تبرع بألف درهم والمتبقي 61 ألف وحجم التبرعات اليوم يعني شكله ما يسر لكن نحن دائما ما نوجد العذر لمشاهدينا ومستمعينا وسنكون حتى آخر ثانية من عمر هذه الحلقة نناشد ونناشد حتى إن شاء الله تعالى نجمع المبلغ المطلوب اللي هو 133 ألف درهم طيب الآن دكتور في حال مثلا بدأت العلاج ولسبب من الأسباب توقفت لا ما بصير توقف ما تصير ما يصير ليش توقف. لأنه ممكن تصير عندها نقص تاني لأنه عندها هي قابلية للمرض بالأساس وإذا حدث النقص ممكن يكون أعرف من ألمنا السابق لا إله إلا الله ممكن طيب ابو محمد اذا في مجال جهز التقرير لو سمحت إيه لان يعني حتى حتى فقط يعني يعرف الساده اهل الخير المشاهدون والمستمعون اين تذهب اموالهم من خلال حلقات برنامج الم وامل احيانا نستعرض حاله واحده مثل حاله الاخت مها اليوم احيانا نقوم باستعراض حالتين هناك بعض الحالات يتم علاجها تحت الهواء اللي هي المبالغ من 30 ألف درهم وأقل كعمليات القسطرة القلبية وغيرها كل أموالكم هذه تذهب إلى مستحقيها الآن سنستعرض معكم تقرير لحالة عرضناها من خلال برنامج ألم وأمل كانت هذه الحالة وصاحبة هذه الحالة في صمت دائم كانت فاقدة لحاسة السمع بأموالكم وبفضل الله سبحانه وتعالى اكيد قبل ذلك استطاعت هذه السيده ان تستعيد السمع. نشاهد معكم ونعود نتواصل مع الدكتور رشيد القدسي وحاله المريضه معها. أم تاقت لسماع صوت ابنتها وهي ترد عليها وشابه اوقف ضعف السمع حياتها. حتى أعاده كرم الله وسخاء أهل الخير بدي أحكي إن عن نفسي أنا رنا خندو. أنا من لما كنت طفلة كان عندي كثير ضعف سمع شديد وما كنت أسمع مني أحط السماعات وبالمرة يعني أشوف الحياة سودة يعني ما أسمع بالمرة حتى الأحرف الكبيرة والصغيرة ما كانت تكون واضحة يعني الحمد لله لما عملت العملية يعني ما صدقت حالي إنه ألعب بسمع يعني, يعني صرت أسمع كل شيء حتى أصوات الطبيعة ما كنت أسمعها أصوات العصافير أصوات دقيقة دقيقة جدا ما كنت أسمعها الحمد لله رب العالمين صرت أسمع مني صرت أتجمع مع الناس لله أشكر كثير تلفزيون او الكل من ساعتني بالتكاليف العملية يعني كثير الحمد لله مبسوطة والحمد لله يعني يعني ما بعرف شو بدي أحكي يعني كثير مبسوطة 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 يعني من كنت صغيرة كنت يعني ما أحب أشوف العالم ما أحب أطلع مكان ما أحب أتواصل مع العالم يعني ابدا ابدا بس هلا الحمد لله يعني اتجمع مع الناس واحكي مع العالم واحكي تليفون كمان بتشكر كل اللي ساهم ب... 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 بعلاج رنا يعني والله يجزيهم الخير اللي ساعدها يعني والحمد لله انه البنت فرقت من الارض للسما يعني كثير فرقت وتغيرت حياتها من ال... ما بقولوا يعني كثير كثير فرقت والحمد لله رب العالمين وانا كثير كثير بتشكر كل انسان ساهم بعلاج بنتي رنا والله يجزيكم الف الف خير يا رب والمبلغ كان يعني منيح يعني ما قادرين نحن يعني نقدر نسدد المبلغ تقريبا 145 الف يعني والله يجزيكم الف خير يعني اللي ساهم بعلاج بنتي رنا هذا ما قدمه سخاؤكم يا اهل الجود والكرم شاهدنا الان يعني شوف الفرق كيف سبحان الله العظيم هذه باموالكم اخوتي اخواتي ربما احيانا يتبرع فاعل خير او فاعلة خير بمبلغ وينسى بعد فتره ينسى هذه الان عينه واضحه يعني استعادت سمع هذه الشابه ادخلتم الفرح والسرور على قلبها وقلب والدتها هذه حاله واحده حالات كثيرة يعني آلاف الحالات ولله الحمد تم علاجها من خلال برنامج ألم وأمل وكنتم أنتم السبب في ادخال الفرح والسرور على اصحاب هذه الحالات من المرضى الان نعود لحاله الشابه مها صاحبه الحاله الوحيده في هذه الحلقه مها تبلغ من العمر 26 سنه مصابه بمرض تصلب الاعصاب المتعدد تحتاج 133 ألف درهم جمعنا لها إلى الآن 82 ألف درهم آخر شيء فاعلة خير تبرعت بعشرة ألاف درهم للمريضة مها ونحن نمضي إن شاء الله تعالى حتى نصل إلى المبلغ المطلوب الآن المبلغ المتبقي 51 ألف درهم 51 ألف درهم هو المبلغ المتبقي لحالة الشابة مها أذكر الآن بأرقام الهواتف وأرحب بمن انضم لمتابعتنا إن كان من خلال التلفزيون أو عبر أثير إذاعة الشارقة المبلغ المتبقي 51 ألف درهم إخوتي أخواتي الوقت يمضي بنا وهذه هي الحلقة الأخيرة تلفزيونيا لبرنامج ألم وأمل سيتوقف برنامج ألم وأمل في شهر رمضان المبارك سيكون فقط من خلال إذاعة الشارقة يومي الأثنين والأربعاء من الخامسة والنصف وحتى السادسة وخمسة وعشرين دقيقة يومين العصر إن شاء الله تعالى لكن تلفزيونيا سيتوقف إلى ما بعد عيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير. الآن ما يهمنا في الحقيقة في هذه الليلة أن نكون سبب في إدخال الفرح والسرور على قلب هذه الشابة المريضة. بأن نجمع لها المئة وثلاث وثلاثين ألف درهم. أهل الخير كثر ولله الحمد. أعتقد بأنهم لن يتركوا هذه الشابة إلا وسيمدوا لها يد العون والمساعدة. أهل الخير كثر والله سبحانه وتعالى يضاعف الأجر والثواب لمن يعطي نحن مقبلون إخوتي أخواتي على شهر رمضان المبارك شهر الخير شهر البركة نحن نعيش الآن في أواخر شهر شعبان نتمنى إن شاء الله تعالى أن ننجح بأن نجمع للمريضة مها المئة وثلاثة وثلاثين ألف درهم إذا المتبقي واحد وخمسين ألف درهم وأرقام هواتفنا للتبرعات كالتالي الرقم المباشر ستمائة خمسة وخمسين ألف وستمائة. ستمائة خمسة الف رقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 وللتبرع درهم لمشتركي اتصالات ودو على ستة ستة ثمانية ستة 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 ثمانية ستة. دكتور آه الآن مجرد إن شاء الله تعالى ما نجمع المبلغ وتبدأ آه مها باخذ العلاج ستكون في مأمن بإذن الله تعالى بإذنه تعالى نعم من الهجمات هذه بإذنه تعالى طيب هل هناك أعراض جانبية للأدوية خصوصا الأدوية المتطورة؟ في كثير أعراض جانبية مثل في بعض منهم بيعمل إصابة قلب بيعمل إصابة بالعضلة القلبية اها من دون ذكر الأسماء بشان ما نفزع المريضة في منهم أه. بيعمل مشاكل بالكبد في منهم بيعمل مشاكل بالدم أحيانا بس ما في عندك حل تاني آه. يعني انت الامور من زينه بميزان من ذهب او الماس الصحه او انه يصير شوي تاذي اضافه لما تفكر بالصحه عرفت كيف؟ نعم نعم اما حتما في, إيه؟ في الاهم قناة. في المهم يعني الاهم في المهم صحيح بالضبط صحيح صحيح طيب الان هذه شابه مقبله على زواج دكتور هل تنصح المصاب ان كان شاب او فتاه بالزواج قبل ان يبدا اخذ العلاج ولا ما تنصح؟ يعني تفضل هاي أن يبدا العلاج كتير افضل كثير شخصيه وما حد بالطب بيقدر يتنبا بالمستقبل م -م. عاده في بعض الحالات من التصلب الوعي اثناء الحمل تتراجع حجمات كثيره عاده تكون سبب التراجع في الى علاقه بالاضطراب الهرم التغير الهرمون اللي بيحصل عند الانثى نعم عرفت كيف؟ م -م. بس ما بتقدر لا تقول ايه أيوة. ولا تقول لا لانه هاي مسؤوليه قدام الله قبل قبل كل شيء نعم نعم طيب في حاله الهجمات الحاده للمريض دكتور رشيد بما تنصح المرضى ما في عنده غير علاج بالكورتيزون على جرعات عاليه اها يا اما اي سي تي اتش او بريدنيزولون على جرعات عاليه هي بالهجمة الحادة نعم نعم اما ما بين الهجمات بدها تاخذ الادويه الوقائيه هم. هل من اكل معين او وجبات معينه ممكن أن تهيج هذا المرض اكثر؟ يقال اليوم هلا في دراسات حديثه منا انه تصلب اللويحي يترافق عاده مع نقص فيتامين د. دال دال بس م. ليس من الضروري عند كل الحالات نعم. يعني مجرد شبهه م. ولذلك اللي عنده نقص فيتامين د بيع بيعاوض م. وفي شغله ثانيه في قابليه عرقيه للمرض عاده اصحاب الاماكن البارده في الكره الارضيه م. بينصابوا اكثر سابقا بالكتب القديمه كانوا يقولوا العرق العربي لا يصاب او العرق الاسمر نعم. بالنهايه اثبتت اثبتت الدراسات انه يصاب مثل باقي البشر يصاب عدد كبير منهم نهاية نعم يصاب مثل باقي البشر نعم. اما في قابليه عرقيه نعم. بس في 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 اوروبا اعتقد او في امريكا اكثر كنسبة. في البلاد البارده نعم. كندا الاسكا نيوزيلندا اكثر من هون احصائيا بالسويد م. عم نحكي من الاحصاء م. وليس م. من العرفة. طيب يصاب الذكور اكثر ام الاناث الاناث أكثر. الاناث اكثر ثلاثة الى واحد ليش هاي عم لك يعني في حسب الدراسات ال... هون ب... قد تكون هون في شغلات قد تكون الى علاقه جينيه مسبقه م. قد تكون الى علاقه بالتركيب الهرموني للانثى بس كوراثه ف... ما لها علاقه الوراثة قابليه وراثيه مثل ما قلت لك نعم. توامين ينصاب توأم، التوأم الثاني عنده احتمال 13% إنه ينصاب. معناته معناتها في في شيء بتركيبة الجسم في قابلية جسدية للإصابة بالمرض. جميل. طيب ابو محمد الوقت لو سمحت المتبقي كم؟ عشان نسارع يعني كم؟ اه كثير يعني. طيب ربع ساعة 82 ألف المبلغ، واقف عند 82؟ ايه المتبقي ما زال يعني طيب خلينا نجرب الان نجرب الساده المشاهدين والمستمعين اهل الخير تجربه يعني سارعوا او سابقوا الى الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض لنجعلها مسابقه اخوتي في في طريق الخير ربع ساعه تقريبا هو الوقت المتبقي لهذه الحلقه والله الكل يتمنى في الحقيقه ان نجمع المبلغ للمريضة الشابة مها حتى تستطيع أن تعيش حياتها المقبلة بسعادة تعيش بشكل طبيعي أقل شيء تستقبل شهر رمضان المبارك وقد توفر لها هذا المبلغ حتى تبدأ بتلقي العلاج تصوم هذا الشهر الفضيل وهي في صحة وعافية إن شاء. الآن المبلغ المتبقي 51 ألف درهم 51 ألف درهم على عدد من المشاهدين والمستمعين ولا شيء إذا كل شخص كريم صاحب قلب طيب صاحب يد بيضاء يعطي لوجه الله سبحانه وتعالى بعد قليل إن شاء الله سنعلن عن اكتمال المبالغ هذا النداء الذي أوجهه الآن أوجهه إلى هذه الشريحة أصحاب القلوب الطيبة الرحيمة الذين يعطون لوجه الله سبحانه وتعالى الذين يساعدون المرضى والمحتاجين أصحاب الأيادي البيضاء كذلك سأذكر الآن بأرقام الهواتف وأنتظر منكم ال وخمسين ألف درهم هل سنستطيع إن شاء الله أن نجمع هذا المبلغ قبل أن تنتهي ال عشر دقيقة المتبقية من عمر هذه الحلقة أنا أعتقد أن الإجابة نعم إن شاء الله تعالى لذلك إليكم أرقام الهواتف وسننتظر اتصالاتكم سننتظر دعمكم أياديكم الطيبة البيضاء وما ستجود به انفسكم الخيره لصالح الشابه المريضه مها المبلغ المتبقي كما ذكرنا واحد الف درهم وسنبدا الان طرح ارقام الهواتف ثم ننتظر الاتصالات ونجمع ان شاء الله حتى نصل الى المئه الف درهم المبلغ المطلوب لعلاج المريضه معها الرقم المباشر للتبرعات اخوتي اخواتي هو سته صفر صفر

بالنسبة للتبرع بخمسين درهم لمشتركية صلاة ودو آه الرسائل نصية القصيرة على ستة ستة ثمانية ستة 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 ثمانية ستة نحن دخلنا الآن في آه تسابق أو سباق مع الوقت المتبقي من هذه الحلقة والمبلغ المتبقي واحد وخمسين ألف درهم نحن هنا ننتظر أصحاب القلوب الطيبة الرحيمة يسارعوا يتواصلوا معنا يمدوا يد العون المساعدة لهذه الشابة ونذكر بأن هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضان المبارك نتمنى أن ندخل الفرح والسرور على قلب هذه الشابة قبل أن ندخل شهر رمضان الفضيل جزاها الله خير فعلت الخير التي تبرعت بعشرة ألاف درهم تبرعت أيضا اتصلت وتبرعت مرة أخرى بخمسة ألاف درهم في ميزان حسنات أختي الكريمة صار المبلغ الآن سبعة وثمانين ألف درهم والباقي 46 ألف طيب ما في اتصالات أخرى نحن معاكم إن شاء الله إلى آخر ثانية من البرنامج لأن الوقت المتبقي 10 دقائق والمبلغ المتبقي 46 ألف 46 ألف درهم هو المبلغ المتبقي طبعا لن نكل ولن نمل سنناشدكم إن شاء الله حتى آخر ثانية من عمر هذه الحلقة سنفرح ستفرح هذه المريضة سيكون ما قدمتم في موازين حسناتكم ان شاء الله، الان فاعل خير لما يتصل ويقول انا متبرع بالمبلغ الفلاني. مين المتبرع؟ فاعل خير. طيب من يعلم فاعل الخير هذا؟ الله سبحانه وتعالى. فنتمنى ان شاء الله تعالى ان يضاعف الله سبحانه وتعالى الاجر والثواب لكل من تواصل معنا ومد يد العون والمساعده للمريضه مها. طيب دكتور بما انك يعني اكملت فترة طويلة في هذه المهنة وعايشت عدد كبير من المرضى الفرق عندما يبدأ المريض يأخذ العلاج ويستمر على هذا العلاج كيف يصبح كرسالة منك لمن يتابعنا الآن على أساس إن شاء الله تعالى يكون دافع لهم لمساعدة حتما المرضى. النتائج راح تكون أفضل بكثير إن عولج المريض قولا واحدا هاي وللأمانة أما المريض اللي ما بتعالج الخطر مهاجم للمريض بأي لحظة وقد تكون هجمات أحيانا قاسية جدا وفي بعض الحالات قاتلة. سبحان الله طيب حدثنا عن القاسية أو القاتلة دكتور آه هاي مثلا نها. إيش تصيب الدماغ مثلا اللي. إن احنا عندنا دماغ مثل كمبيوتر كل دائرة إلكترونية إلى وظيفة معينة نعم. لكن في بداية الحديث قلت لك مثل جرار الخياط م. في عنا مناطق حسية في عنا مناطق حركية في عنا م. مناطق للذاكرة نعم. في عنا مناطق للإدراك في عنا مناطق للترتيب الجسدي الاكل والشرب والشغلات هي عرفت كيف نعم اي منطقه تصاب الوظيفه اللي مكلفه انها تقوم فيها بتتاذى بيجيك احيانا مريض ايده ورجله مشلوله مريض تاني معه علامات مخيخيه ما بيقدر يتحرك ما بيقدر يتوازن هذا هذا صعب تعالجه خلاص دكتور طبعا اللي بيصير عم اقول لك من الصعب جدا انك تعالجه ان يعود بتراجع بس لن يشفى الا في حالات نادره جدا بتيجي هجمه بتعطي علامات بتصور المريض الصورة واضحة، بعد فترة بتصور المريض، المريض تعافى والصورة تعافت. سبحان الخالق. سبحان الله. بس هي مو كل المرضى. نعم. طيب، نحن الآن ذكرت بأن يعني هناك هجمات خطيرة ممكن أن تؤدي إلى الشلل مثلا، إلى ال... إلى إصابة خطيرة, خطيرة جدا. خطيرة، فقدان البصر مثلا، وذكرت بأن هناك حالات ممكن أن تؤدي إلى الوفاة. في حالات قاتلة؟ مثل إيش يعني؟ ساعات بصفي عندك الإصابة الدماغية واسعة. نعم. يصفي عندك أزية دماغية واسعة ممكن يدخل في غيبوبة المريض مدخل ممكن يدخل في غيبوبة كذلك؟ ممكن لا إله إلا الله بس حالات نادرة هاي ها. نحن نحكي بالإحصاء ها. الحالات الشائعة أكثر اضطرابات حركية اضطرابات حسية تعب بالجسد اضطرابات نفسية اضطرابات بالتبول والتبرث أيوة هذا الكلام هذا الكلام يعني مرت علينا في حلقات وبس يعني هذا الكلام موجه للساده المشاهدين والمستمعين ايضا من كلام دكتور رشيد الان ممكن مثلا تؤدي هجمه من الهجمات الى عدم الاحساس او التمكن بال وانتم بكرامه البول او الغلج. الغائط مضبوط ما يستطيع ابدا يعني يتبول لا اراديا او لا اراديا سبحان الله العظيم فيعني اموالكم هذه اخوتي اخواتي ستذهب بالفعل الى علاج شاب ستنقذ حياتها وصحة هذه الشابة بهذا المال الآن المبلغ متبقي 43 ألف وصلنا إلى 90 والمتبقي 43 ألف درهم الوقت يمضي بنا آه هذا نداء يعني الآن خاص لجنود الله سبحانه وتعالى في الأرض هناك جنود لله سبحانه وتعالى يعيشون في هذه الأرض يتزوجون يعملون يذهبون ويأتون ويأكلون ويشربون هم من البشر ولكن خصهم الله سبحانه وتعالى لخدمة إخوانهم من البشر هؤلاء هذا دائما يعني لو كان مثلا عنده مثلا من المال ثلاثين ألف درهم ممكن يتبرع بعشرين ألف يعني أكثر من النصف هؤلاء هم جنود الله سبحانه وتعالى في الأرض نحن الآن نناشد هذه الفئة وربما لا يعلم هذه الفئة إلا الله سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو فيا اخوتي ويا اخواتي هذا النداء نوجهه الى هؤلاء الجنود الذين دائما ما عندما يعطون يعطون لوجه الله سبحانه وتعالى لا ينتظرون شكر ولا ثواب لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فهؤلاء الذين ان شاء الله تعالى سيقيهم الله سبحانه وتعالى عذاب هذا اليوم الى هؤلاء نذكر بارقام الهواتف الرقم المباشر ستة صفر, صفر. خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر ستمائة خمسة وخمسين ألف وستمائة ستمائة خمسة وخمسين ألف وستمائة رقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر صفر صفر, صفر. صفر, صفر, صفر. مرة أخرى الهاتف المتحرك صفر خمسين واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 الآن المبلغ المتبقي ثلاثة وأربعين ألف درهم واعتقد الوقت يعني بدا يذهب الى نهايه الحلقه كم الوقت المتبقي بمحمد ثلاث دقائق خمسة آلاف رسائل نصية خمسة وتسعين ألف وعشرة آلاف على الخير هذه مئة وخمسة آلاف والمتبقي كم ثمانية وعشرين ألف طيب هل نستطيع أن نجمع خلال ثلاث دقائق ثمانية وعشرين ألف درهم

الوقت المتبقي أقل من ثلاث دقائق والمبلغ المتبقي وعشرين ألف درهم ونتمنى يا ربي إن شاء الله تعالى أن توفقنا في أن نجمع المبلغ لهذه الفتاة الشابة المريضة قبل نهاية هذه الحلقة سنأخذ الآن كلمة من الدكتور رشيد ضيفنا في هذه الحلقة عل إن شاء الله تعالى هناك الآن من يضغط على أزرار أو أرقام الهاتف أو أحد الهاتفين يتصل بنا ويفرحنا بخبر إن شاء الله تعالى اكتمال المبلغ لا يعرف الصحة الا من فقدها. نحن بشر وننظر الى امراه في بدايه شبابها. واجب شرعي واخلاقي وديني المساعده. لانه كل منا متعرض لهذا المرض او لغيره. نعم. ونطلب من الله تعالى ان يساعدها ويساعدنا. امين. نعم. طيب. الآن المبلغ المتبقي 26 ألف درهم الوقت كم أبو محمد دقيقة ونصف طيب خلال دقيقة ونصف يا أصحاب القلوب الطيبة الرحيمة من سيكمل المبلغ المتبقي 26 ألف درهم والدقيقة هذه الأخيرة هي في آخر حلقة في برنامج ألم وأمل سيتوقف البرنامج تلفزيونيا 26 ألف درهم للشابة مها المصابة بمرض تصلب الأعصاب اللويحي ممكن اي هجمه تؤدي مثلا الى لا قدر الله مثل ما تفضل الدكتور رشيد مثلا اصابه عمى شلل هذه اموالكم هذه ستذهب لعلاج شابه 26 سنه وباذن الله تعالى ان شاء الله تعالى نجمع المبلغ خلال الدقيقه المتبقيه. اذكر بشكل اخير بارقام برقمين الهاتف, الهاتف الرقم المباشر 655 1600 655600 خمسة الف ورقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر صفر الخير صفر يكمل المبلغ في هذه اللحظات وهذا عشمنا في أهل الخير دائما هم هؤلاء كما ذكرنا جنود الله سبحانه وتعالى في الأرض يعيشون ما بيننا هذه الذين يمرون على الصراط كلمح البصر بإذن الله تعالى الله يجعلكم جميعا إن شاء الله إخواني أخواتي من أهل الجنة نشكركم نشكر تفاعلكم الطيب وندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي مريضتنا ونشكر الدكتور رشيد القدسي استشاري الجراحة العصبية ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ألم وأمل شكرا دكتور شكرا بارك لك بارك الله فيك والله يعافيه يا رب آمين آمين امين شكرا لكم اذا مره اخرى مشاهدينا ومستمعينا برنامج الم وامل سيتوقف تلفزيونيا سيكون معكم خلال شهر رمضان المبارك يومي الاثنين والاربعاء من كل اسبوع من الساعة الخامسة والنصف عصرا وحتى الساعة السادسة وخمسة وعشرين دقيقة اثنين واربعة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله